مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. في الفيديو ده هنتكلم عن اخر اخبار عالم الام سي يو وعالم مارفل اللي هي لسه نازله الفتره اللي فاتت، فمن غير كلام كتير نبدا. عندنا اول خبر معانا بيقول ان هو تم تاكيد رجوع الممثل جون برنسال بالدور بتاع ذا بانشر، وكذلك برضو ممثله كريستال ريتر بالدور بتاع جيسيكا جونز في المسلسل بتاع دير ديفل بورن اجين او في عالم الام سي يو بشكل عام. لكن بقيه الشخصيات اللي انا هذكرهم دلوقت للاسف هم اتغيروا واتعمل ريكاست او جابوا ممثلين غيرهم عشان ياخدوا الادوار بتاعتهم. والشخصيات اللي هي المفروض اتبدلت هي الشخصيه بتاعت الكترا، وتم استبدالها بممثله ايزا جونزاليز، واول ظهور ليها المفروض هيكون في دير ديفل بورن اجين. وعندنا بعد كده الشخصيه بتاعت ايرون فيست تم تغيير الممثل برضو، وتم استبداله بالممثل ماني جاسينتو. وتقريبا في الفيديو اللي فات انا قلت ان هو اول ظهور ليه هيكون في الفيلم بتاع شانج تشي 2، ده على حسب تسريب كان لسه نازل. وعندنا بعد كده برضو الشخصيه بتاعت لوك كيج تم تغيير الممثل، والممثل البديل بتاعه هو تريفندي رودز. وبالنسبه للممثل اللي عمل الدور بتاع ديكس في الموسم الثالث من مسلسل دير ديفل تم تغييره بالممثل بويد هولبروك. عندنا بعد كده ممثله إلسون بيري صراحه ان هي عايزه تلعب دور فيلن، ويكون الفيلن ده فيلن عظيم في عالم الام سي قدام، وزي ما احنا عارفين ده ممكن يكون تلميح على انها ممكن تشتغل مع الام سي يو قدام او عالم مارفل. عندنا بعد كده ممثل كريس ايفنز كان متكلم على موضوع انه سام فالكون هو يعتبر كابتن امريكا الجديد، فالمفروض على حسب كلامه هو قال ان انا بصراحه شايفه ان هو بيحقق العداله، وقال ان هو مش قادر يستنى عشان يعرف هم هيعملوا ايه مع الشخصيه دي قدام في المستقبل بتاع الام سي يو. عندنا بعد كده رسميا المسلسل بتاع اجازه كوفن اوف كيوس اتاكد فيه ان هو هيظهر بيلي ماكسيموف اللي هو ابن واندا، ولكن نسخه فاريانت منه، وهيكون كبير في السن مش طفل. وعلى حسب اللي اتقال ان مارفل حاليا قاعده بتدور على ممثل في العشرينات عشان يعمل الدور، وده كده ممكن يخلي ان واندا ممكن تظهر في خلال المسلسل، لان كان في تسريبات برضه على انها هتظهر في خلال المسلسل وهتواجه اجازه تاني، بس اتقال ان هي هتظهر بالدور بتاع واندا مش سكارلت ويتش. وتاكد برضو ان هي العيال بتاعت واندا هيظهروا قدام برضو بس الحقيقيين، يعني مش هيكونوا الوهم اللي احنا شفناه في واندا فيجن، اللي احنا هنشوفهم فعلا حقيقيين بس للاسف هيكونوا من اكوان موازيه. التسريب اللي بعد كده بيقول ان هو في الفيلم بتاع ذا مارفلز هيتقدم العرق بتاع الان هيومنز في العالم بتاع الام سي يو، وده العرق الخاص بالكون بتاع 616 ومش هيبقى ليه علاقه بالفيلم بتاع دكتور سترينج 2 والكون بتاع 838. التسريب اللي بعد كده بيقول ان هو في الفيلم بتاع ذا مارفلز هنشوف فيه مونيكا رامبو وكارول وكمالا خان هيروحوا على كوكب وكل الموجودين في الكوكب ده مش بيتكلموا وانما بيشاوروا. وعلى حسب اللي اتقال في التسريب ان يا كارول المفروض هتتجوز من القائد بتاعهم، وهناك هنشوفهم ان هم هياخدوا البدله الجديده بتاعتهم، سواء الكلام ده صح او غلط ففي الاول وفي الاخر برضه انا متحمستش قوي. التسريب بعد كده بيقول ان الشخصيه بتاعت يونيون جاك هتظهر في الفيلم بتاع كابتن امريكا 4 او كابتن امريكا نيو وورلد اوردر. عندنا بعد كده تم تاكيد عوده الممثله لاشانا لينش بالدور بتاع ماريا رامبو في الفيلم بتاع ذا مارفلز. وعندنا بعد كده تم تاكيد وجود موسم ثاني وثالث من المسلسل بتاع واندا فيجن، وتاكد في خلال الخبر ده ان هي واندا هترجع ثاني. التسريب اللي بعد كده بيقول ان هو في الفيلم بتاع مدام ويب هنشوف فريق من الابطال بس مؤنثين، يعني كلهم ابطال بنات، يعني ولا اتذكر في التسريب ده ان هو في سبايدر مان ولا اي راجل اتذكر في الموضوع. والمفروض ان هم الابطال البنات دول هيحاولوا ان هم يحموا ماري باركر اللي هي هتعمل الدور بتاعها ايما روبرتس، والمفروض الفيلم في الفيلم هيكون بيحاول ان هو يقتلها عشان ما تتمش ولاده بيتر باركر، نفس الكلام اللي انا قلته في الفيديو بتاع مدام ويب. التسريب بعد كده بيقول ان هي شركه سوني بتفكر ان هي تعمل مشروع لسبايدر مان توبي ماجواير مع سبايدر مان اندرو جارفيلد من غير ظهور توم هولاند في خلال الفيلم، والاثنين دول اللي هما توبي واندرو المفروض الاثنين هيكونوا موجودين في خلال الفيلم وهيتعاونوا فيه مع بعض، لكن مين الفيلن او كده مفيش اي اخبار. التسريب اللي بعد كده بيقول ان هو مده الفيلم بتاع انت مان 3 او انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا هتكون ساعتين 45 دقيقه، وعلى حسب اللي اتذكرت دي النسخه المبكره من الفيلم لكن مش النسخه النهائيه. نيجي بعد كده للخبر اللي هو فرحني، واللي هو رسميا المنصه بتاع ديزني بلس هتمنع اي عمل بيدعم الشواذ ولكن للشرق الاوسط. يعني عشان تبقى فاهم الفكره، ديزني بلس مثلا اتعمل مشروع وليكن مثلا زي فيلم الثور لافن ساندر اتلمح فيه على شواذ وكده، الفيلم هينزل عادي، لكن بالنسبه لنا احنا هنا في الشرق الاوسط الفيلم مش هينزل. هي حاجه حلوه ان انت هتشوف الاعمال بتاعت مارفل اللي هي الكويسة اللي ممكن انت تشوفها مع حد من اهلك او اخواتك او الكلام ده كله، وانت مطمن مفيش شواذ ولا في اي قرف من الكلام ده. لكن في نفس الوقت الحوار مش حلو، لان كل الاعمال اللي جايه لمارفل اصلا بنسبة 99% هيبقى فيها تلميحات على الشواذ، فدي حاجة حلوة ومش حلوة. والخبر ده المفروض هو بيشمل الاعمال بتاعت ديزني بشكل عام، سواء اعمال مارفل او اعمال ديزني نفسها، لو في كرتون او كده هيتمنع. واللي المفروض ان هم كانوا يعملوه ودي حركة بالعقل ان هم كانوا يشيلوا المشاهد
بتاعه الشواذ والفيلم يتعرض عادي. لكن طبعا لازم ان هم يروجوا للحوار بتاع الشواذ والكلام ده عشان طبعا الافكار اللي هم عايزين يوصلوها، وده موضوع تاني هتكلم عليه لوحده. الخبر بعد كده بيقول ان الشخصيه بتاعه فال هتكون الرئيسه بتاعه الدي او دي سي بعد الاحداث بتاعه سيكريت انفيجن، وده ممكن يكون ريفرنس على انها قدام هتقدر ان هي تجمع الساندر بوليتس، او ممكن يلمح لك على انها فعلا هتكون مسؤوله ان هي تجمع كل الفريق بتاع الساندر بوليتس او كل الاعضاء بتوعه، هتبقى مثلا بمثابه نيك فيوري. عندنا بعد كده ممثله برايس دالاس صرحت ان هي ما عندهاش مشكله ان هي تلعب الدور بتاع جوين ستيسي وتكون نسخه من المالتيفيرس مع نسخه من سبايدر مان، وكمان حددت النسخه دي ان هو مع ممثل اندرو جارفيل. الصراحه الحوار حلو ومش حلو في نفس الوقت، لان انا بالنسبه لي انا شايف ان ايما ستون احسن، بس برضه هنقول ايه غير اللي يحصل يحصل وربنا يستر. عندنا بعد كده الحساب بتاع ديد بول اللي هو موجود على تويتر نزل صوره للاحصائيات بتاع شخصيات مارفل وان هم عندهم كام فولو وكام متابع، حاجه يعني تعتبر مش ذات اهميه كبيره قوي، بس برضه بيفكرك ان هو ديد بول داخل عالم الام سي يو. عندنا بعد كده ممثله جميله جميل او جميله جميل عشان الناس الاجانب، عشان في ناس كانت بتقول اسمها جميله جميل مش عارف ايه الفرق. المهم ان هي قالت ان هي الشخصيه بتاعه تاتيانا اللي هي بتلعبها قدام هنشوفها ان هي بتختبر الحدود بتاعه جينيفر في الحلقه الخامسه والسادسه، وقالت ان هي في الحلقه الخامسه والسادسه هتجلب الفوضى معاها وكذلك برضه المشاكل. التسريب بعد كده بيقول ان المسلسل بتاع ارمور وورز هيمهد للفريق بتاع ويست كوست افنجرز، والفريق دوت هيبقى فيه شخصيات احنا عارفينهم. التسريب بعد كده بيقول ان من الفيلنز بتاع مسلسل ايكو هيبقى فيه واحد صياد بري ومجنون هيجبر مايا لوبيز على انها تسيب المكان اللي هي موجوده فيه في اول المسلسل. عندنا فيلم بتاع سبايدر مان واي هوم النسخه الممتده منه او النسخه اللي فيها اضافات جديده المفروض هيتم عرضه يوم 1 سبتمبر في مصر وفي السعوديه برضه يوم 1 سبتمبر، اما بالنسبه لبقيه الدول فيعتبر ما فيش اي اخبار عنها، بس غالبا هتبقى برضه يوم 1 سبتمبر، وده زي الصوره اللي شركه سوني كانت منزلاها. التسريب بعد كده بيقول ان هي شركه سوني وشركه مارفل اتكلموا على ان الفيلم بتاع فيلم سبايدر مان 4 بتاع توم هولاند هيكون كريفن سانتر، لكن لسه ما اتفقوش على انه فعلا الفيلن الاساسي، لكن ما زالت الفرصه موجوده ان هو ممكن يلعب الدور بتاع الفيلن. التسريب بعد كده بيقول ان هو سبايدر مان نسخه اندرو جارفيلد هيكون هو المفتاح قدام للسبايدر فيرس، وبسبب سبايدر مان اندرو جارفيلد هنشوف النسخ الثانيه من سبايدر مان زي سبايدر مان 2099 ويمكن نسخ ثانيه زي سبايدر مان نوير وغيره، وده كله بسبب ظهوره في سبايدر مان نوي هوم والتلميحات بتاعته لما هو ظهر، لما هو قال ان هو عارف النظريات بتاعه الابعاد والاكوان الموازيه والكلام ده كله، وتذكر برضه ان هو هيتم التلميح لحاجه زي كده في الفيلم بتاع ذا اميزنج سبايدر مان 3، والمفروض برضه ان هو في الفيلم دوت بتاع ذا اميزنج سبايدر مان 3 برضه هيتم التلميح للنسختين اللي كانوا موجودين معاه واللي هما نسخه توبي ماجواير ونسخه توم هولاند. عندنا بعد كده ممثل دوين جونسون او ذا روك اتكلم على انه عايز عمل لبلاك ادم يواجه فيه شخصيات من مارفل، وعنده اعتقاد ان هو ممكن ده يحصل كعمل مشترك بين مارفل وبين دي سي، وقال ان هو ده لو حصل هيكون عمل مربح للشركتين. ما تستغربش ان حاجه زي كده فعلا ممكن تحصل قدام، لان في الكوميكس كان في فعلا تعاون بين مارفل وتعاون بين دي سي، ففعلا حاجه زي كده ممكن تحصل قدام، لكن ما اعتقدش ان هي دلوقتي خالص، وده حوار انا هتكلم عليه لوحده. التسريب بعد كده بيقول ان هو المشروع بتاع ميد نايت سانز هيتم تصويره السنه اللي جايه في مصر، وممثل بندكت كومبرباتش هيرجع هيعمل الدور بتاع دكتور سترينج وهيكون هو الواجهه بتاعه الفريق بتاع ميد نايت سانز او القائد بتاعهم. عندنا تم تاكيد ظهور مايا لوبيز في المسلسل بتاع دير ديفل بورن اجين. عندنا ممثل توم هولاند اعلن اعتزاله عن السوشيال ميديا لانها قاعده بتاثر عليه بالسلب، وقال ان هي فتره هيتعافى فيها وممكن نرجع قدام، والصراحه الفيديو المفروض ان هو معروف مش محتاج ان هو يترجم. Hi guys, so I've been trying to make this video for about an hour now, and for someone that has spent the last, I don't know, 13, 14 years, however long I've been acting, is it that long? Yeah, it probably is that long. I cannot seem to say what I need to say without umming and ahhing every 5 minutes, so I'm going to try again. So, I have taken a break from social media for my mental health because I find Instagram and Twitter to be overstimulating, to be overwhelming. I get caught up and I spiral when I read things about me online, and ultimately it's very detrimental to my mental state, so I decided to take a step back and delete the app. عندنا بعد كده رسميا المخرج مات شاكمان اتأكد انه هيخرج الفيلم بتاع فانتاستيك فور. التسريب بعد كده بيقول ان هو ممثل رودي بانكو هيعمل الدور بتاع جوني ستورم في الفيلم بتاع فانتاستيك فور اللي جاي. بس كده يكون فيديو النهارده خلص، لو عجبك الفيديو هات لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش، وبيس.